إذا مباشرة متابعي ومتابعات قناة شوف تي في من هنا من مدينة الصويرة موغادور. إذا هذه المدينة الرائعة بالجمالية ديالها، بالأسوار ديالها، بطائر النورس بطبيعة الحال اللي كيعطيها جو خاص ونكهة خاصة. إذا الصويرة موغادور مدينة الرياح. احنا الان متابعينا كننقل لكم يعني الاجواء اللي كاينه الان بمدينة الصويرة في ظل هاد الحرارة اللي كاينه في المدينة، يعني تزامنا مع الارتفاع ديال درجة الحرارة. اذا شكون متابعينا اللي توحش يعني هذه المدينه الرائعه؟ شكون اللي توحش مدينه الصويره بالرياح ديالها، بالمناظر الرائعه اللي كاينه فيها؟ مازال متابعينا كنتسناو تعليقاتكم والاراء ديالكم بخصوص هذه الجوله هذه اللي كنقوموا بها الان في الشوارع والازقه ديال مدينه الصويره. يعني هذا السوق متابعينا، سوق شعبي اللي كاين بالمدينة، يعني كاين بالقرب من منطقة ديال باب دكالة. سميت هاد الحي يونس؟ سوق العيون، شارع المسيرة. شارع المسيرة، يعني هذا هو الشارع الرئيسي متابعينا المؤدي لشارع المسيرة. الشارع ضيق شوية. إذن معنا أحد التعليق أيضا من الحسن الوطني اللي كنوجه له تحية خاصة وتحية لجميع المتابعين والمتابعات ديال قناة شوف تي في، اللي كيقول لنا الصويرة مدينة رائعة، مدينة الرياح والهدوء وكل شيء جميل. بطبيعة الحال يعني مدينة الصويرة يعني ساحرة بالجمالية ديالها، ساحرة بالأسوار ديالها، بناسها، يعني بالكرم ديالهم، بالأخلاق ديالهم أيضا. هي مدينة جد رائعة متابعينا الكرام. تحية لجميع الساكنة ديال مدينة الصويرة. دائما كنذكركم متابعينا الكرام اننا الان كنقوم بجولة باش نقول لكم جميع باش نقول لكم الاجواء اللي كتعيشها المدينة الان في ظل ارتفاع يعني الحرارة. إذا معنا أحد التعليق أيضا من حسين، تحية خاصة حسين اللي كيقول لنا السلام عليكم، مساء الخير أخويا، طرق السلامة لجميع المواطنين. كنشكرك حسين على التعليق الرائع ديالك والجميل. حنا دائما معكم متابعينا من هنا من مدينة الصويرة موغادور، كنقول لكم الأجواء اللي كاينة الآن في المدينة.
يعني حقيقة هي مدينة جد رائعة. إذن شنو هما الأماكن المتابعين اللي بغيتو تشوفو في المدينة؟ شنو هما الأحياء المتابعين اللي بغيتونا ننقلو لكم الأجواء اللي كاينة فيهم الآن؟ فهذه رسالة أيضا اللي نبغي نوجهوها لجميع المستعملين ديال السيارات، أنهم يحترموا الممر المخصص للراجلين، ورسالة أيضا للراجلين أنهم يحترموا يعني الممر المخصص لهم. يعني كاين بزاف اللي كنشوفوا هاد الظاهرة يعني كثيرة، أن الناس يعني مابقاتش كتحتمر مابقاتش كتحترم عفوا الممر الخاص بالراجلين. إذا المناظر المشاهدين كيف كتشاهدوا معنا جد رائعة. نحن الآن كنتواجدوا بمرسى الصويرة، ده المرسى بطبيعة الحال مشاهدينا فراح يعني كتكون يعني عامرة في التوقيت ديال الصباح.
نحاول نشد المبنى. تحية للرجال البحر، الناس اللي كتشاهد.